ها هو الحزب الاشتراكي اليمني يرمي اخر اوراقه السياسيه كما يبدو منتصرا للحظه التاريخيه الحاسمه واستحقاقها في هذا التوقيت الصعب من عمر اليمنيين ليؤكد في بيانه الأخير موقفه الواضح من الانقلاب حيث قال إن مطالبة الحوثيين بإقالة حكومة الفساد وإسقاط الجرعة لم يكن سوى مجرد غطاء لتنفيذ انقلاب الحادي والعشرين من سبتمبر عام 2014 وتقويض العملية السياسية مؤكدا أن حديث الانقلابيين اليوم عن حرب ضد العدوان يبدو وكأن الأمر استتب لهم والشعب اليمني بارك انقلابهم سدد الحزب سهامه باتجاه صالح واصفا الانقلاب بانه تدبير المخلوع ضد شرعيه التوافق الوطني، مدفوعا برغبه غرائزيه في الانتقام من ثوره الحادي عشر من فبراير 2011 الشعبيه التي وحدت معظم اليمنيين في كل الجبهات والفئات للتعبير السلمي. الا ان البيان الذي اتهم المخلوع صالح بالانقلاب اغفل الاشاره الى ان الحوثيين يمثلون امتدادا للمشروع الامامي وظلوا يعدون العده للحرب والانقلاب طويلا بل قدمهم كحركه مغرر بها من قبل صالح فوجه البيان نداءه السياسي لجماعة ليست سياسية ولم تحتكم لعقل أو منطق ولم تستجب لمخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية وعلى رأسها القرار (2216 ولا حتى (F16) مراقبون قالوا ان البيان المتاخر كثيرا عن موعده والذي جاء عقب صدور قرار رئيس الجمهوريه بتعيين علي محسن الاحمر نائبا للقائد الاعلى للقوات المسلحه مؤشر على استشعار الحزب بان هناك قرارا دوليا بالحسم العسكري